السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام. قبل 6 أشهر تقريبا كنت قد نشرت فيديو هو من أوائل الفيديوهات على القناة بعنوان طريقة تخفيض فاتورة الكهرباء قانونيا، وكانت هذه التجربة هي بإضافة مكتف سيراميكي على التوازي مع الشبكة التي تغذي البيت، لكن بعض من شاهد الفيديو لم يستوعب الفكرة أو لم يفهم، ويتبين ذلك من بعض التعليقات. إذا الإخوة الكرام، فهذه العملية أي إضافة مكتف على التوازي، والتي سأشرح في نهاية الفيديو، أي إضافة مكتف على التوازي مع مدخل التيار للمنزل، فهي تجربة صحيحة وعملية، لأن التيار الذي نحصل عليه من الشبكة، وكما جاء في مثال لأحد الأصدقاء، يتكون من تيار فعال وتيار غير فعال إن صح التعبير. فالتيار الفعال هو الذي نستفيد منه ويتحول إلى طاقة حرارية وميكانيكية، والآخر هو بسبب ممانعة الأجهزة والمكتفة المضافة تحوله لحظيا إلى تيار فعال، ونسميها يعني حمولة سعوية منتجة للاستطاعة. هذه الطريقة يعني تستعمل في المصانع لتحسين معامل القدرة، وبالتالي التقليل من شدة التيار الكهربائي. فالمعادلة المعروفة تقول يعني بي كتساوي اي في كوس في، يعني اي كتساوي بي على اي في كوس في، والمكتف هنا يحسن معامل القدرة يعني الكوس في. فمثلا لدينا منزل به أجهزة يعني تحتوي على محركات كهربائية مثل الثلاجة والمجمد والمبرد وغير ذلك. نفترض أن هذا المنزل يستهلك تقريبا 2000 واط. إذا في حالة يعني عدم وجود المكتف، ف يعني معامل القدرة يكون تقريبا 0.7، أي يعني إي كتساوي بي هي 2000 واط على إي اللي هي 220 فولت في 0.7، التي تعطينا تقريبا 12.9 أمبير اللي هي تقريبا 13 الأمبير. هذه في حالة يعني عدم وجود المكتف، لكن في عندما نضيف المكتف يعني فمعامل القدرة يتحسن ويصبح 0.9. إذا اللي هو إي كتساوي يعني 2000 واط للاستهلاك ديال هذا المنزل، غادي نقسموها على 220 في 0.9 اللي كتعطينا 10.1 أمبير اللي هي تقريبا 10 أمبير. إذا لاحظوا الفرق هنا، يعني قبل أن نضيف يعني المكتف أعطتنا 13 أمبير، وهنا بإضافة المكتف تعطينا 10 أمبير. يعني بالإضافة إلى ذلك، فالمكتف يخفف الحمل على الأسلاك الكهربائية وأيضا أجهزة التوصيل. إذا كما قلنا، المكتف يعني يعوض معامل القدرة يعني المفقود في التمديدات الكهربائية، لأنه كلما زاد طول السلك تزداد مقاومته، وبالتالي كلما زادت المقاومة زاد التيار المسحوب الذي يعني ليغطي الطلب. فكما في المثال السابق يعني هذا المثال هذا، فالأمبير المسحوب بالمنزل هو 13 أمبير عوض 10 أمبير، وذلك لكي يتغلب على المقاومة مما يؤدي إلى ارتفاع الأمبير. هنا إذا أضفنا المكتف فهو يعوض معامل القدرة المفقود، وبالتالي عوض استهلاك 13 أمبير نستهلك 10 أمبير فقط، أي تقريبا نوفر إلى حدود 30% من الاستهلاك الكهربائي. الآن سأريكم يعني طريقة توصيل المكتف مع مدخل التيار للمنزل.
إذا الإخوة الكرام، طريقة تركيب هذا المكتف كما قلت هو يركب على التوازي مع يعني مدخل التيار للمنزل. نأخذ سلك من النوتر وسلك من الفاز، أنا وضعت له هذا الديجونكتور الخاص به، يعني سأقوم بتوصيله عن طريق هذا الديجونكتور. إذا أخذ سلك لافاز وأيضا سلك النوتر، ثم سأوصلهم بالمكتف. يعني أول شيء قبل إيصالهم يجب يعني تفريغ هذا المكتف لإزالة أي شحنة، يعني ربما يكون يعني مشحون. نقوم ب يعني توصيل أقطابه يعني مع بعض لكي يفرغ إن كانت به شحنة. ثم أضع قليل من اللاصق بهذه الأطراف التي يعني تذهب إلى المكتف. لكي نتجنب أي صعقة يعني كهربائية، يعني عندما يكون مشحون تكون يعني الصعقة كهربائية تكون يعني قوية بعض الشيء. ثم نذهب به إلى أطراف المكتف. ونقوم أيضا ب يعني تغطية الجزء بكامله بهذا اللاصق الكبير. يعني من الأحسن أن يوضع في علبة خاصة به يعني تجنبا لأي حوادث، وأن يكون يعني بعيدا عن يعني عن متناول الأطفال. يعني كما قلت يجب من الأحسن وضعه في علبة، أنا الآن لا أتوفر على علبة حاليا. إذن ونقوم بإرجاع التيار الكهربائي. يعني ويبقى مركب دائما مع التيار الكهربائي، يعني يذهب له فاز ونوتر ويبقى دائما في التيار الكهربائي. وهذا المكتف لن يتعرض لأي يعني انفجار أو ما شابه، يعني كما جاء في التعليقات، لأنه يعني يشتغل ب 450 فولت، ونحن الآن يعني أوصلنا له 220 فولت فقط. إذا الإخوة الكرام، عند إزالة هذا المكتف يعني لسبب ما، إما لفحصه أو لاستبداله، فيجب تفريغه من الشحنة
وذلك عن طريق يعني توصيل أقطابه مع بعض بمادة يعني موصلة مثل هذا المفك للبراغي. فقط يجب أن يكون يعني هذا البلاستيك هنا في الطرف يعني غير موصل، نقوم بتوصيل يعني أطرافه لكي يفقد الشحنة. يعني الآن فقد الشحنة يعني، ويمكننا لمسه باليد. إذا أتمنى أن يكون هذا الفيديو يعني واضح، ونلتقي في فيديو قادم بحول الله.